يا عمي، انا عايزك تثق تماما ان هكون احسن عريس في الدنيا دي كلها لبنتك. ودي ثقة ولا غرور بقى يا ابني؟ لا دي معرفة. يعني لو حضرتك جيت تبيع عربية وقلت للمشتري ان العربية دي مش رشة ولا الماتور مغير حاجة، تبقى كده مغرور؟ لا ابقى واثق دايما في عربيتي. لا مفيش حاجة في الدنيا تستاهل انك تبقى واثق فيها غير رحمة ربنا، دي الحاجة الوحيدة اللي ما تتغيرش. طيب نتكلم بقى في الحاجات المهمة. يا ريت نعمل ده. انت عندك شقة؟ عندي اوضتي اللي في شقة والدي. وهتتجوز بنتي فين؟ عند المأذون. هنكتب كتابنا ونشغل اغنية تدخلي عمري ونشغل كتبوا اسمك على اسمي ونتصور بالحبر على صوابعنا صور الزبالة دي وخلاص على كده. ما اقصدش هتكتبوا الكتاب فين، انا اقصد هتعيشوا فين؟ في اوضتي. بس هنضطر بقى نكبر السرير شوية عشان السرير بتاعي انت عارف بقى من ايام الطفولة، وبنت حضرتك ما شاء الله يعني عايزة سرير حدادي. مفيش حاجة اسمها كده، اللي انت بتقوله ده ما ينفعش. ده كلام موجود في اي نص مقدس ولا ده رأي حضرتك؟ لا ده رأيي ورأي المجتمع. اوكي يبقى عجزنا، ابعرفك مكانه بس عشان لو احتجته في اي حاجة. اطلع بره بيتي يلا بدل ما ارميك من الشباك. اهدى بس حضرتك، متعصب ليه؟ انت بتقول رأيك عجزنا مش عايزنا نتعصب؟ تصدق بالله انت رأيك ما يستاهلش حتى انه يبقى عجزنا. هتقل ادبك تاني؟ يا عم مش قلة ادب ولا حاجة، هو رأي حضرتك ده ثابت ولا بيتغير؟ لا ثابت. ايه رأيك في مصايف فايت؟ مصايف زبالة. تمام، دي صورة لحضرتك من 2014 وانت بتبلبط باللباس وكاتب عليها فايت لطيف الغلابة. ايوه انا رأيي فيها اتغير عشان اتغيرت، ما بقتش زي زمان. بالظبط، يبقى رأيك بيتغير زي ما كل حاجة بيتغير. الورنيش اللي انت بتورنش بالجزمة مثلا، ماله ده كمان؟ عمرك لمعت جزمتك بورنيش اسود وجيت لقيته قلب بني؟ لا خالص. يبقى الورنيش ثابت ورأيك بيتغير، يبقى انا بجاملك لما اقول لك رأيك على الجزمة. طب بعيدا عن قلة ربايتك خالص، ليه بنت ما يبقاش عندها شقة لوحدها؟ انت حضرتك عندها كام سنة؟ 25 سنة. جميل، قضت التأبيد دي في أنهي منتجع؟ في البيت هنا. كانت عايشة فين في البيت؟ تكون عايشة فين يعني، في المطبخ؟ ما أكيد في أوضتها. يعني بقى لها 25 سنة عايشة في أوضة وعايزة أول ما تتجوز تعيش في شقة لوحدها؟ أيوة يا ابني، أمال بتتجوز ليه؟ لا واضح إن حضرتك فاهم الجواز غلط، بنت حضرتك داخلة دنيا مش داخلة الجنة، وبعدين الجواز هما اتنين بيتفقوا يتجوزوا بعض، مش طرف عويل عايز يعلى على قفا الطرف التاني، يعني أنت عايزة تفضل طول حياتها عايشة في أوضة؟ أنا ما قلتش تصبر طول حياتها، أنا عايزة بس تصبر شوية لحد ما وضعها يتحسن. وإيه اللي يجبرها تصبر عليك؟ يعني أنا لما أتجوز بنت حضرتك ولا ما بتعرفش تطبخ ولا تخسر ولا تكنس، وأجي أشتكي لحضرتك هتقول لي إيه؟ هقول لك اصبر عليها شوية عشان ده اللي اتعودت عليها طول حياتها. طب ما هي اتعودت طول حياتها تعيش في اوضه، اشمعنى دي اللي عايز تغيرها اول ما تتجوز؟ يا ابني ما هي كل الناس بتعمل كده. في ناس كتير يا عم بيأجروا بنتهم بالساعه، ايه رايك تاخد 75 جنيه وتسيب لبنتك ساعه اخرج معاها مشوار؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا حيوان؟ خد بالك انت مش بتقلد كل الناس، انت بتقلد بس الناس المناسبه لطموحاتك. وايه المشكله يعني لما اختار اللي يناسب طموحي؟ انت كان نفسك تطلع ايه وانت صغير؟ محصل في شركه كهرباء. يا عم ما فيش طفل اصلا في الدنيا يعرف يعني محصل. انت بتحور صح؟ لما بحورش. تمام، ده بوست من 2017 حضرتك كنت كاتب ان انت نفسك تطلع طيار وممثل في نفس الوقت صح؟ ده صحيح. وكان نفسك تركب عربيه لامبورجيني وتتجوز عبير صبر صح؟ مظبوط. وكان نفسك برضه تجرب الشيبس اللي هو في علبه طويله ده صح؟ مظبوط. انت حققت اي حاجه من دول؟ لا. جربت الشيبس اللي هو في علبه طويله ده اصلا؟ لا برضه. امال عايز ان انا احقق لك طموحاتك ليه؟ طب طلعني من الفانوس. طب الشبكه هتجيب لي بنتي شبكه بكام؟ لا مش هدخل عليها صدقني. بكام يعني؟ يعني باكتر من 400 جنيه. نعم، يجيبوا ايه ال 400 جنيه دول؟ دول هيجيبوا اجمل دبله فضه في شارع المعز كله. يعني الشبكه دبله واحده وفضه كمان؟ تعرف مين اللي اخترع دبله الجواز دي؟ مين؟ المصريين القدماء، كانوا معتقدين ان في شريان في البنسر وصل للقلب. تعرف كانوا بيصنعوا الدبله دي من ايه؟ من ايه؟ من القصب. المصريين القدماء اللي كان عندهم الذهب ده كله واحنا عايشين في خيرهم ما كانش بيعملوا الذهب، كان بيعملوا لهم القصب. ايوه بس الذهب قيمته فيه برضه. الذهب ده كدبه كبيره يا عم. دلوقتي الراجل اللي بنضف الشارع ده لو اختفى ايه اللي هيحصل؟ هنندفن وسط اقوام الزباله. حسن شاكوش لو اختفى هتحس بحاجه؟ لا خالص. مين فيهم بياخد فلوس اكتر؟ مين فيهم نجم؟ مين فيهم عنده فلوس وعربيات ومراكز؟ مين فيهم ناس بتحب تتصور معاه؟ اكيد طبعا شاكوش. وده دليل على اختلاف سيستم التقدير يا عم. التقدير من ساعه ما بقى عند ام هدير وما عادش نافع خالص. يعني انت عايز تقول ان الذهب ملوش قيمه؟ الحديد برقبته يا عم اساس كل الصناعات، من غيره مفيش عربيات مفيش طيارات مفيش كباري. انت ضد الكباري يا عمي؟ لا يا ابني اعوذ بالله. حتى المؤرخون لما حبوا يقسموا العصور قسموها ازاي؟ قسموها على اساس العصر الحديدي، يعني عندنا مثلا عصر حديدي وما عندناش العصر الذهبي، عندنا لميس الحديدي وما عندناش لميس الذهبي. كلامك مظبوط، ومع ذلك هتجيب لها دبله فضه، مش هجيب لها حديد عشان ما تقولش عليها بسترخص. طب والقايمة؟ انت هتديني بنتك وهتمضيني على ورق فيها شويه اجهزه كهربائيه وغساله وثلاجه؟ يعني انت خايف على اجهزه ومش خايف على بنتك؟ ما انا بعمل كده عشان خايف على بنتي.
عموما انت مش هتجيب حاجه يا عم، انا عندي السرير في البيت وعندي التلاجة بتاعت امي وعندي المطبخ بتاعها وكمان عندي التلفزيون بتاع امي، يعني هنتلم كلنا في الصاله وبالمره نضحك مع بعض. يعني اجوز بنت من غير جهاز وتجهزها بنص مليون جنيه ليه؟ عروسه النيل طبعا مش هتعمل فرح ولا هتجيب لها فستان. انا مش هكلمك على الفرح كله، انا هكلمك على حاجه واحده بس منه وانت احكم على الباقي. ايه هي؟ الميك اب مثلا. بنتك هتعمل في وشها ميك اب على الاقل ب 5000 جنيه صح؟ اقل حاجه. ال 5000 جنيه دول يا عم تقريبا كده مرتب شهري، يعني تهزيم للمدير، مواصلات، قرف طول الشهر عشان في الاخر بنتك تغسل وشها في الحوض وتنزل ده كله. بالامانه ده منطق؟ هي يا ابني كل الناس بتعمل كده، وانا جاي شفت في الشارع ناس ماشيه من غير بنطلون بتغني اغنيه السود عينه يا ولد، تنزل تغني معاهم؟ خلاص خلاص ليه ما تنزل هننبسط؟ يعني ولا شبكه ولا جهاز ولا اي حاجه؟ ده ايه يا ابني انت داخل الجوازه دي ايه؟ انا انسان محترم وراهنك لو عرفت تثبت العكس، انت اهم حاجه عندك تتجوز بنتك لانسان محترم. طب انا عندي سؤال بقى محيرني، خير؟ انت اول ما قعدت قلت لي انك احسن عريس ممكن تتقدم لبنتي، ايه المبرر؟ عشان انا انسان غني؟ لا ما هو واضح. انت فاهم بقى الغنى غلط زي كل حاجه انت فاهمها غلط، فهمني يا سيدي الصح. الغنى يا عم في الرضا، اما طول ما انت بتفكر في اللي في ايد غيرك هتفضل طول عمرك فقير. يا سلام. طبعا يا عمي رجال العمال اللي عندها مليارات وبتلحس جزم ناس تاني عشان يبقى عندها مليارات اكتر، فين عزه النفس والكرامه بتاعتهم؟ انا كده مبسوط عندي عزه نفسي وبقى انا غني ولا مش غني؟ وده هيفيد بنتي في ايه؟ بص يا عمي نفسك لو ما وقفتهاش عند حدها هتفضل تجري بيت لحد ما تلبسك في الحيطه. يعني ايه؟ يعني مثلا يا عمي جبت شقه هتكون عايز فيلا، جبت فيلا هتكون عايز قصر، جبت عربيه هتكون عايز عربيه تاني، دايما هتكون حاسس بنقص، ليه؟ لان انت دايما باصص في اللي في ايد غيرك. عندك حق يا سيدي، وده برضه هينطبق على بنتك، اكيد هبص لغيرها، لان اكيد هي يعني مش سقف البنات، اكيد في بنات تاني احسن منها. في طبعا. لكن انا عندي مبدا الرضا، زي ما انا راضي باوضتي وراضي بمرتبي البسيط، هكون راضي ببنتك وبعيوبها، ومش في يوم من الايام هترجع لك زعلانه ومعيطه ولا هترجع لك مطلقه، يبقى انا كده عيب ايه؟ طب بص انا موافق بس المؤخر هيكون 500000. تعرف يا عم ان يا عم خلاص موافق من غير زفت، زغرتها يا وليه اللي جوه.